حصل ولا ما حصلش. خسيت اكتر من 10 كيلو في فتره قليله جدا. بس ده كان اكتئاب. 10 كيلو فين؟ منين؟ من ايه يعني؟ لا، من كام؟ في وقت مش عارفه، ممكن ابقى حتى اوريكي، بس انا في وقت من الاوقات كان في حاجه معينه بتتعرض ما كانتش عاجبه الناس قوي، وكنت اول مره اتعرض لان الناس ما تكونش حابه حاجه واشوف الانتقادات بعناية. كنت بقى اللي هو لسه بركز وكده ايام الشباب بقى. فساعتها اكتئبت جدا وما كنتش باكل فعلا خالص، خسيت خالص، شعري وقع، قصيته خالص حتى، وكان عندي مشاكل كتير. انا فاكره الفتره دي بكرهها. انت شخصيه حساسه جدا؟ كنت حساسه جدا، بعدين حسيت ان ده مش هيجيب، يعني مش هياكل عيش، فلازم الواحد يبقى كده. بس حساسه، مش هحور. بس الحياه عايزه حد قوي. عايزه حد يتعلم من اخطائه اكيد، يعترف بيها ويتعلم منها، بس يعني ما يبقاش سهل. بس هي كانت اول مره اتعرض لده، فكنت اللي هو لسه كده. بس دلوقتي لو بلاقي نفسي بتشم اقول لهم عندكم حق كده يعني. تمام، يعني اللي انتم شايفينه. احنا خلصنا حصل ولا ما حصلش. بس بمناسبه اللي انت كنت عملتي حاجه ما اعرفش كانت من باب الذكاء ولا ان انت فعلا ضحكتي. جابوا صوره لمايكل جاكسون وانت روحتي نشرتيها، فانا ما فهمتكيش. بصي، انا دايما صاحبه مبدا اللعبه الحلوه سقف لها، يعني لو حد قال افيه حلو هسقف له جدا. ايه بس انا ما انت قمر تشود ما شاء الله، يعني ملامحك. بصي الجمال نسبي اكيد، يعني مش كل الملامح ممكن تعجب كل الناس، بس انت عندك ملامح جذابه ورقيقه. ف يعني في حالة إجماع إن أنت عندك ملامح رقيقة ولطيفة وكده، فمش فاهمة ليه جابوا موضوع مايكل جاكسون ده. بصراحة مش عارفة إيه بداية الموضوع، بس فجأة لقيت الدنيا كلها أسماء جاكسون أو مايكل جاكسون الغلابة حاجات كده، فكنت فاكرة إن هما بيتكلموا على حد تاني، لقيتهم أنا. فقلت إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ أنا فاتني إيه؟ ففي الأول افتكرت اللي هو عشان أنا بحب مايكل جاكسون، بعد كده قلت لأ، هو راحوا الصورة دي بقى كنت أول مرة أشوفها، اللي هي الـ AI اللي هو صورتي في صورته. يعني دي كومبو، دمج ما بين الاثنين. دي مش صورة أنا متصورها، دي ملامحي. دمج من الملامح. بالظبط. على العموم أنت يعني ما تعملتيش ما تضايقتيش مع لا خالص. الصورة لذيذة بتضحك يعني. ضحك. ضحك ولطف. والله. حصل بالفعل. لا ما تتخطري. دلوقتي صاحبتك وحبيبتك الجميله عوض دخلت القفص الذهبي. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب، وهي وجوزها وعيلتها كلها احباب يعني. الناس بقى الفرح كان جميل والناس تداولته، انما اللقطه اللي انت فيها بترقصي مع العروسه جميله بجد. طفله كبيره يعني، طفله بريئه جدا، طيبه جدا، ما عندهاش مشاكل مع حد، تحب الانبساط والضحك. من كتر ما هي عندها المبدا بتاع احنا في ظهر بعض، بتخليكي ده بيخليكي مبسوطه ان انت صاحبتها. يعني هي عندها الحته بتاعه تدافع عنك وما تجيش تحكي لك، فهي مش بتعمل ده عشان تكسب عندك نقطه، لا هي بتدافع. لا يعني اصحاب على راي الجيل الجديد بي اف اف، مش بيسموها كده؟ بي اف اف. فيري فيري كلوز، بحبها جدا. بي اف اف، بيست فريندز فور ايفر، يعني اصحاب الى الابد، افضل اصدقاء الى الابد. اتمنى بجد. يعني انتوا اصحاب للدرجه دي؟ لا اللي هو يعني تقعدوا تتكلموا في موبايل كتير بالساعات. ما بنسيبش حاجه ونتكلم. بتقولوا ايه بقى؟ على فكره احنا لينا مكالمات والله، ممكن استاذنها ابعتها لكم، بس سكرين شوت فيس تايم، ما بنعملش اي حاجه يعني. ممكن نبقى من كتر ما احنا خلصنا كل الكلام تقوم هي لابسه الازدال وتصلي وانا اقوم اطبق يعني. فبنعيش الحياه كلها على الفيس، ما عندناش حاجه، خلاص الكلام كله خلص. فبنقعد بتبعتوا لبعض رياكشناتكم مع بعض بالصوره. ياه عارفه انا اللي عارفه الجيل ده، وهي مقربه كده بالماسك بقى بالكل حاجه. ومين بيعيط لمين؟ هي سوسه، هي بتعرف لما انا اكون متضايقه فاكلمها عشان اضحك، فتقولي انت مخنوقه صح، فتخليني اعيط فجاه وانا اساسا بكلمها عشان اضحك. فهي لا، هي بتحس، هي حساسه جدا وقلبها حلو قوي قوي قوي، بحبها فعلا. من قلبي يا جميله باركت لك في الفرح وببارك لك دلوقتي، انت وعيلتك واهلك الف مبروك، ربنا يسعد قلبك العمر كله ويهنيكي.